في كل مكان يا من تشاهدون وتسمعون، يا مرحبا فيكم. ولحد الآن عايشين فرحة الفوز، فوز قناتكم بأفضل قناة عربية لعام 2016، وفوز برنامجكم برنامج زد رصيدك بأفضل برنامج جماهيري لعام 2016 على مستوى العالم العربي وعلى مستوى دول الخليج العربي. يا مرحبا فيكم. اليوم المجلس ما شاء الله عامر، هو كل يوم عامر، واليوم ما شاء الله عندنا ضيوف وعندنا شخصيات كانت ماخذة إجازة وجات، وعندنا شغل كثير. أرحب فيكم وأرحب بالآباء كلهم، صبحكم الله بالخير جميعا. يا مرحبا، حياكم الله. حيا الله. أول شيء بنرحب بالضيوف، حيا الله أبو بالشمال. حياك الله منشدنا حمد السنيد، يا مرحبا. الله يطول عمرك، والحقيقة أشكرك وأشكر الزملاء والأخوان، وفي البداية أهني قناة بداية على هذا التميز وهذا النجاح وهذا التكريم، وهذا ليس بغريب على قناة اتخذت مسار مختلف عن كافة القنوات، مع احترام وتقدير لجميع القنوات الفضائية صحيح الموجودة، لكن بداية أخذت لها طريق جميل، طريق اتفق مع الرؤية الاجتماعية الشبابية للأسرة، وتطرح مواضيع ما فيها تكلف ولا فيها صعوبة، وسهلة وبسيطة، وهذا اللي يجلب الناس لهذه القناة. وأشكر مدير القناة على هذا الجهد الجبار وجميع العمل عليها من مخرجين ومعدين ومصورين، وأشكرك أيضا أخو فزاع على هذا البرنامج الجميل، والأخوان كلهم اللي كان أيضا لهم دور في توطين هذا العمل في القناة وجعل القناة توصل لهذا المستوى، لأن طبعا هي أدوات متنوعة من إخراج ومن إعداد ومن ضيوف ومن برامج ومن كل حاجة، يعني هي خلية متكاملة. فإحنا كإعلاميين نشوف الرؤية من زاوية أن القناة فعلا استطاعت في وقت قصير، يعني عمرها ترى ممكن ما نقول خمس ثمان سنوات، عشر سنوات تقريبا، يعني في غيرها بثلاثين أربعين سنة يمكن ما بوصل مستوى هذا. نعم. فهذا دل على الجهد وعلى الرؤية الثاقبة اللي صارت على القناة وعلى الإدارة وليدة. نعم أكيد. نعم، يعني الحمد لله والشكر. قبل يومين احتفلنا بمليون متابع في تويتر ما شاء الله، والانستغرام بقاله تقريبا يعني ما بقى شيء كثير، ونكمل بإذن الله مليون في الانستغرام. المجال مفتوح للمشاركة، ويا مرحبا حياكم الله جميعا. الله يسلمك. أبو فيصل، أبو فالح، عندك مشاركة يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على. أولا الحمد لله اللي جلسنا هذا المجلس، هذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، ومد في أعمارنا عشان نشوف بعض على طاعة يا رب الكريم. اللهم لك. أما من ناحية قناة بداية، فأنا أقول إن قناة بداية يعني أنا أتمنى أن قناة بداية يكون لها طموع عالمي، ما هو عربي فقط يا رب. يعني بإذن الله، وهذا يعني يقول المثل الصيني الخطوات الألف تبدأ بخطوة الألف ميل، وأنا أقول بإذن الله، بإذن الله أنه يعني هذه بداية خير لبداية مشرقة بإذن الله دائما. والله هو الله، أنا يوم أشوفكم تفرحون، ترى هذا منهج الله، هو الله يحب المدح، والله سبحانه وتعالى جل يعني، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك. فطالما أن المدح في شيء صحيح، فالواحد الحمد لله يحمد الله عليه ويسجد الله شكر عليه، فهذا ليس مستغرب على قناة بداية اللي أصلا انطلقت ويعني استولت على يعني عروش قلوب الناس، وأصبحت في كل بيت، وأصبح حديث المجالس الكبير والصغير والرجل والمرأة والشاب والشابة كلهم أصبحت مثل الأكسجين بالنسبة لهم، وهذه يعني طعنة في عين الحسود. اللهم نعم. وقل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا، يا ربي لك الحمد، والله يجعلها عون على الطاعة. اللهم هذه ما شاء الله الجوائز التي أخذتها، هم يستاهلون، ومن كريم لم يستحق، هم يستاهلون. يستاهل كثير. أبو حاتم، أول شيء أقول الله يصبحكم الخير جميعا. مرحبا. سنك مزنوط مزنوط، الفرحة تفتقنا، الفرحة إن شاء الله. تشرفنا برجوع أخويانا الأولين لنا، لأن فقدناهم أسبوع، كذلك أبو وليد اليوم منور الشاشة، فأقول الله يصبحكم الخير، والله يصبح المشاهدين بالخير. اللي أقوله أن نعزي قبيلة عتيبة عامة، وقبيلة أغبيات خاصة،
في وفاة الشيخ الغبيات الشيخ ناصر بن وديد بن نجم الله يرحمه، الله يرحمه، اللي توفى في حادث، والصلاة عليه اليوم صلاة العصر في جامع أرطوية حليت، فنترحم عليه جميعا والله يسكنه الجنة ويغفر له ذنوبه. أبو خالد نعم الرجل ونعم شيخ القبيلة، الصراحة دائما وقفاته مع القبيلة بارزة، فنقول الله يرحمك ويسكنك الجنة يا أبو خالد. آمين يا رب العالمين، الله يغفر له وجميع أموات المسلمين. اللهم آمين. أبو صالح، أنت من الناس المؤسسين في المجلس، ولك إسهامات كبيرة، أبنائك يعني من اللي اشتغل كمتسابقين أو كإداريين عملوا في القناة ولا زالوا يعملون في القناة. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يا أخواني مشاركين ومباركين لهذه القناة المباركة، قناة بداية كل خير لا شك ولا ريب. اليوم فرحانين الحقيقة بهذا الامتياز وهذا التمييز الطيب الذي حصلت عليه على مستوى الخليج والأمة العربية، ونرجو من الحي القيوم أنها تكون عالميا إن شاء الله تعالى. فنشكر القائمين على القناة، ونشكر أخينا المحافظ عليها عبد العزيز العريف أبو محمد، نصبحه بالخير ونقول مبروك يا أبو محمد، ومليون ومليارات مبروك على هذا الفوز العظيم، وهذا موجب حفاظك يا أبو محمد عليها. الله يحفظ لك مالك وأعمالك وعيالك وجميع ما تملك على هذه الجهود. هذه الجهود ما أتت إلا بجهود الرجال، توفيق رب العالمين لله الحمد. فاليوم الحمد لله الذي تمننا حصل، ونرجي من الله المزيد وسلامة الجميع. مقاسم سالم، تفضل يا جماعة، اللي بيسولف المجال مفتوح للمشاركة، المجال مفتوح. خلنا بالترتيب بالترتيب معي. بسم الله الرحمن الرحيم، صباح الخير على مشاهدينا عبر قناة البداية، ونحب نقدم التهاني بمناسبة فوز قناة بداية على جميع القنوات الخليجية والعربية، وهذا يدل على نشاطها وعلى قيادتها الحكيمة، والشكر موصول كذلك لجميع الفنيين القائمين على برامجها من مصورين مخرجين ومعدين كذلك، والبركة فيك أبو فزاع. أنت البركة، الله يحفظك. الله يبارك فيك أبو محمد. أقول الحمد لله اللي هدانا لهذا، وهدى الله سبحانه وتعالى القائمين على القناة باختيار نخبة من الأشخاص، وبالنسبة اللي هو وضع الاختبارات الأولى للشباب، حتى ما جت عفوية أو جت بدون مقدمات وبدون تخطيط، والحمد لله أن النجاح مو هو بالنجاح بنيل الجائزة أو نيل مستوى. نرى قناة بداية لها مكانة في القلوب، يعني مو بقلوب السعوديين أو قلوب بلد واحد، إنما في شتى أصقاع العالم، في ناس يتابعونك في أوروبا، في ناس يتابعونا في الشرق، في ناس يتابعونا في الغرب، والدليل أن فيه ناس صالحين إلى الآن، وناس يعطون ويحبون العمل الخيري. فالحمد لله القناة هذه لا تسمع فيها الموسيقى مثل ما هي في بعض القنوات، كذلك الدين واضح وجلي، ما يخلو مجلس ولا يخلو تجمع أكاديمي أو لو فيه علم وفائدة بدون مؤثرات خارجية، اللي هو المؤثرات الموسيقية. فوجود ساعات البث اللي هو 24 ساعة تقريبا أو أقل من 24، لأن حسبت أنها تعاد مرة أخرى، وجود 12 ساعة، خلينا نتكلم على 12 ساعة تقدمها قناة 16 ساعة تقدمها، واللي يستمع لها ما يستمع لشيء محرم. فهذه نعمة، تصور أنت 16 ساعة تقضيها، لو قلنا واحد مدمن مشاهدة شاشة وشاهد هال 16 ساعة، هال 16 ساعة الحمد لله لا فيها كلام ولا فيها غيبة ولا فيها ولا، يعني كلها ترفع مستوى تسمو بأخلاق الإنسان، ونسأل الله أن يهدينا لأحسن الأخلاق، وأنه لا يهدي لأحسنها الله سبحانه وتعالى. وهذا مطلب الهداية من قناة بداية، هم كل القنوات لعل بعد تحذو حذوها القنوات الأخرى. والمنافسة ما نقول منافسة الحمد لله شريفة من جهات أخرى أو من قنوات أخرى، وهذا دليل ما اتبعوا أسلوب القناة إلا دليل نجاح.
صحيح. وإن كانت القيادة للبداية فالحمد لله. ونبارك أول شيء نشكرك على البشرة حق اليوم، ونشكر الأخ حمد على الكلمات اللي كانت. طبعا الأخ حمد أعطى معلومة كاملة عن التقديم وعن وإعلاميين طبعا مو مثلنا حنا البدائيين. خير بركة كلكم. ولكن أقول الحمد لله، نشكر لكم حديثكم، ونشكر للقائمين، نشكر للماء الأخ عبد العزيز، ونشكر للجميع سواء حضروا من الآباء أو من الشباب. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والحمد لله رب العالمين. اللهم آمين. أيضا أنا أبد موضوعي مثل الشباب إن شاء الله، لكن عندي تزويد شيء بسيط فيها يمكن بيتين ولا. أول شيء أبارك للأستاذ والشيخ عبد العزيز بن محمد العريفي ألف ألف مبروك هذا النجاح، وبارك للمشاهدين، وبارك لكم جميعا أنتم أيضا، وبارك للشيخ فواز. الله يبارك. أقول عطنا وجه خلنا نطالع فيك بس طامر. أنتم نطالع هناك وطالع فينا. ترى اللي وراك كرسي ما يجي مضبوط. يقول الشاعر المراجل ما تهيه السوي. أيضا في الشاعر آخر يقول الصيد ولعه والمراجل توافيك، ولا تأتي الأسباب الأرزاق من دون الأسباب. الله. أيضا أتت بجهود، وأتت بإن شاء الله علومها الطيبة الزينة. وأيضا أنا أحب أخواني اللي ما شفناه قبل أسبوع، الله يحفظكم ويحييكم، ورحب بضيفنا أبو بالشمال. أبو بالشمال منشد، والله يحفظكم. الله أبعدتني أبو بالشمال تو. الله إن شاء الله ظاهر ذا حط على الحائط أبو فزاع. أنا بالنسبة لي أنا حقيقة أولا أشكر كل من شاهدنا من رجال ومن نساء ومن أبناء ومن شباب ومن كبار، لأن مشاركتهم هي اللي جابت النجاح، هي اللي جابت طال عمرك الفوز، العلم الطيب. فالشكر موصولا لأبو محمد عبد العزيز العريفي على اهتمامه وحرصه، وكذلك لجميع أبناء القناة سواء من شيبان أو شباب أو ما خلف الكواليس كنترول. أشكرهم الشكر الجزيل، وأشكرك أبو فزاع، وأشكر مجلسنا مجلس الشيبان. نعم مجلس الشباب. أبو سلطان يعني الشباب. الشباب صبحكم الله بالخير. الله يصبحك. الحمد لله لقد سررنا سرور بالغ بنبا فوز القناة على هالجائزة العالمية، وحوزتها الفرحة اللي حصلناها، وهذا ناتج عن اجتهاد المسؤولين وعن الإخوان القائمين عليها. وأنا نبارك لمن ساهم في هذا الجهد الكبير، وعلى رأسهم والأخ أبو فزاع. والحمد لله رب العالمين، وهذا شيء طيب. والحقيقة ما يحصل شيء إلا بجهد وبخلاص وبتفاني، والقناة هذه بعيدة عن كثير من المؤثرات الجانبية اللي لا تخدم أحد. القناة هذه فيها مجلس حكمة وفيها مجالس أخرى، وهذا شيء طيب. وأهديكم يا مستمعين